وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق. الكل تحت اجري انا الباشا. انا شاركي يعني بدي اياكي. العواد يا باشا، العواد يا باشا. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الاحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الأحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، يمكن رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو يمكن يشتاق. أنا وين؟ أنت عنا بالبيت، قصدي ببيت بيي. شو صار؟ شو صار؟ شو فرق بيي؟ دل على السلامة أمين. الله يسلمك، الله يسلمك عمي. قادر تحكي وتخبرنا شو صار؟ مين اللي عمل فيك هيك يا أمين؟ عرفتهم؟ شفت شي وجه واحد منهم؟ لا عمي، ما قدرت شوف وش حدا. كانوا مغطين لراسي بكيس. بس شو؟ بس أنا بعرف مين اللي عمل هيك. هو ما في غيره، هو اللي عمل فيه هيك. مين قصدك؟ بيك؟ ايه، بيي، ما في غيره. وليش بيك بده يعمل معك هيك؟ لأنه تهمني بسرقة من بعد ناس يخطفوني. سرقة؟ ايه. سرقة شو؟ أوراق. هو في أوراق مهمين هم ضيعون من بعد ناس يخطفوني، فكر أنا سرقتهم. تخيل شو فكر حاله يعني؟
إنه هو الدولة يعني؟ هو بده يخطف ويضرب ويقتل ويعمل اللي بده إياه وما حدا يوقفه؟ قالوا يا فرعون من فرعنك ما لقيت مين يردني، وإذا كان الباشا يعني؟ عم بدي أتشك عليه. أكيد صير له شيء، أكيد صير له شيء. بعيد الشر. دخيلك يا ربي دخيلك. عبد الله يرضى عليك، روحوا جيبوا معك، الله يخليك. إيه؟ طيب طيب. عن مين عم تحكوا؟ عن صابر. صابر يا إسماعيل يلي شحطته حضرتك امبارح من البيت وبعد لحد هلا ما بنعرف وينه. شو بدك يعني؟ قلت هذا الولد ممنوع يدخل لهون، ممنوع يعيش هون. هيدا صابر يا إسماعيل. صابر ولا نسيت مين بيكون صابر؟ بس ولك انتوا اللي نسيتوا على شو حلفتوا وليش حلفتوا، وهذا حسابه عند رب العالمين كبير. اصحك ومره ثانيه بتنادي لي باشا الناس مقامات يا نزهة ولا شو يا عبد الله؟ بس ما تنسى يا باشا انه عند ربنا ما في مقامات يا اسماعيل. عبد الله دمرتك ولا اقسم بالله العظيم بلحقها بهداك ابن الحرام. لك هيدا ابنك. نلعي قلت لك 100 مره هذا ابن حرام، ابن حرام. يلا يلا يلا. لك شفت اللي بعد بده يطلع بابني؟ بدي يطلع له روحه بايدي هول. ولك يلا اسمع انت وياه بتروحوا هلا بيجوا لي اسماعيل باشا على المغفر. هلا سيدنا؟ لك ايه هلا؟ تشحطوا من تخته بتاخذوه على المغفر بسرعه. بابرك سيدنا. فرجيني هلا شو بدك تعمل يا اسماعيل باشا. لك شو هالعيله هاي؟ لك شو هالعلقه هاي؟ صابر. صباح الخير خليل. صباح النور. شو عم تعمل هون؟ كيف فت اساسا؟ جيت لعندك امبارح بالليل، انت فتحت لي الباب بس كنت سكران، يمكن ما بتتذكر. ما بتذكر؟ لا. خبصت معك بالحكي شيء؟ لا لا عادي. دخلك بايك امبارح كان عم بفتش عليك، شفته؟ أمين هلا أنت مأكد إنه بايك ورا هالعملة؟ إيه مأكد. كرمال قصة الوراق مش هيك؟ سمعتكن وقت اللي إجا بايك هديك المرة وتشارعته. هلا ما تفهمني غلط بس شو؟ أنا بفضل ما تتشارع أنت وبيك ومهم أنت هلأ منيح. أنا هلأ منيح؟ طلع فيه سامية هذا المنظر، منظر واحد منيح. لك شبعني ضرب عشواكن قتلني وتقولي لي إلي ما لازم كبر المشكل بيني وبين بيه. حين فكر حاله أنا بفرجيه هيك. أنا أمين باشا. تعرف شو أنا أمين باشا؟ يعني أنا بفرجيه شو رح أعمل فيه، بفرجيه شو رح أعمل فيه لهالواطي. شوف شوف على
عم كل هيدا صار معك امبارح؟ ليش طلعت على الجرد؟ ليش ما جيت لهون دغري؟ ما كان بدي حدا يشوفني، واكيد بيي قصدي عبد الله رح يجي يفتش علي هون. كنت بدي نام بالجرد بس خفت لوحدي. خيي انا ما بقى بدي شيء، ما بدي ارجع على بيت الباشا خلص. ليك صابر، حتى لو بيي ما اعترف فيك انك ابنه، انت خيي وبعهد الله، مفهوم؟ فخلص بتضل بهيدا البيت انت، ووعد مني ما حدا رح يسترجي يقرب عليك، انت بحمايتي. منيح؟ اساسا خلص هيدا البيت شكله رح يضل هيك فاضي، شوكت ما رح ترجع. خيي انا ما بدي اياك تزعل، انساها لشوكت، خلص انساها الله يخليك. يا ريت فيي يا صابر. خيي يمكن شوكت منيحه بس انساها، منا لإلك. بدي اقول لك شيء، بس بتوعدني انه متعصب؟ قول. رح قول بس وعدني. ايه صابر عم اقول لك قول، شو عصب؟ خيي الباشا رح شافها لشوكت امبارح بالبيت عند انتصار. ايه ويمكن ترجع له. خيي ما تعصب، الله يخليك ما تعصب، انساها لشوكت. والله زمطت المرة يا أمين، ذكي محتال بسيطة، راح ترجع لي الوراء وإشرك فوق راسك، راح ترجع لي وراي وعم بتبوس إيد الباشا وشو قفا. أهلين أهلين، ما تأخروا الشباب. أهلا 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 أهلا. واش إسماعيل؟ عباس أفندي طلب لجي ناخدك على المخفر وهلأ. ولو هيك بتفوتوا بدون صباح الخير، بدون يسعد صباحك يا باشا، هيك أخدتوها هلمة؟ بعدين شو هي بدكن تاخدوني وهلأ؟ ما فهمتها. باشا تفضل معنا على المخفر، عمول معروف. وهيك نص الأواعي بالعباية ولا الطقم؟ باشا شرف معنا عمول معروف. وإذا ما تفضلت معكم تاخدوني بالقوة؟ باشا نحن عم ننفذ الأوامر، لازم تتفضل معنا على المخفر. ولك اوعى تنسى مين انا، انا الباشا، انا الباشا اسماعيل، عم تفهم؟ ومع ذلك رح سامحك انت ورفيقك، لانه مبين انتو طيبين، وجوه طفوليه ليك الوش ما احلى. روح لعند سيدك وقل له وصلت الرساله، والباشا رح يجي لعندك بس على مرائه لما يفضى. مشي يا باشا، أنا عبد مأمور. بعرف والله بعرف، ولأنك عبد مأمور عم بحكي معك هيك، لو ما كنت عبد مأمور كنت صرفت معك شكل تاني، كنت يمكن علقتك، يمكن جرجرتك، يمكن أهلا وسهلا فيك، الله معك. يلا ايه شو عليه عباس أفندي؟ شو عليه؟ قال متحالف مع جوز بنته، وعلى مين؟ على الباشا. الوراق بدهم يطلعوا، الوراق بدهم يظهروا. عبد الله شو بدنا نقول لعباس افندي هلا؟ اللي صار شو بدنا نكذب عليه؟ اكيد رح يعصب منه، شو بدنا نعمل؟ هن كبار يصطفلوا ببعضهم. السلام عليكم. وعليكم السلام صالح. صالح خير خي؟ في شيء؟ سمعت شو صار امبارح؟ لا والله خي، لا سمعت ولا شعر. خيك امين لقيناه بخربه بالجرد، مضروب كتير ووضعه مش منيح ابدا. شو عم تحكي؟ ايه وين هو هلا؟ ببيته؟ لا يحو بيت عباس افندي. طيب خي طيب، يعطيكم العافيه، لا حول ولا قوه الا بالله. ليش قلت له للزلمه؟ خيو للزلمه مش لازم يعرف؟ يلا مشي خلصني.
شو عم تعملي؟ ايه؟ انه انت عم تلعبي مع الباشا، مع الباشا يا مسطولة وعيل. وإذا كان يعني أنا حبلة واللي بطنة ابنه، شو رح يعمل يعني؟ شو رح يعمل يعني؟ واللي بيقتلك بيقتلك وبيقتل اللي بطنك، شو فرقاني معه هيدا؟ لا لا ما رح يعمله. أنت عم تحكي هيك بس كرمال تخوفيني. لا خالصة عالتقيل أنت بالمرة، هبيلة بالمرة. والله أنا هبيلة؟ ولا بدي كان أضلني بس هيك؟ كيف يعني تضلك هيك؟ إنه هيك مش مثلك ومثل شوكت يعني. كل وحدة منكم مزبطة أمورها وأنا قاعدة عم بتفرج عليكم أنت وإياها. مش عم بفهم عليك يا ست سالي. يعني أنت عم تحكي هيك لأنك غيرانة مني. غيرانة منك؟ إيه إيه غيرانة، لأنه اللي بطنة ابن الباشا وأنت طلعت منه هيك على الفاضي. تعرفي شو؟ صفلي سالي، صفلي اعملي اللي بدك إياه، أنا الحق علي إن نباتك. الغيرانة منا قال ولك تضربي ما أهبلك تضربي تضربي شو غبية. شو يعني بس يبدأ بيمره لعندي؟ لهيدا متعم متعم يا سيدنا. شو بدك ياني عامل؟ كلب شو بجيبه؟ لك ايه كلب شو بجيبه؟ أنا شو قلتلك؟ أنا شو قلتلك؟ عم تعصي أمر عسكري؟ يا سيدنا بضل الباشا. لك باشا على العالم، باشا على كلابه، مش علي، مش على الدولة، مش على القانون. شو بدي لك هلا أنا؟ أعطيتكم وش كتير، حق علي. فل من وشي! لك فل! فكرتكم رجال، طلعتوا صيصان خيخة. الكفة أكلته رح رده 10، أقسم بالله العظيم. خير خير خي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك صالح. شو صار معك قلي؟ شو صار معي؟ حياتي معي، تركينا لوحدنا شوي بس. طيب رح فوت أعمل شاي. ياريت. شو صار معك أمين؟ بيك بيك اللي عمل فيي هيك كرمال الأوراق مش هيك؟ أنت شو عرفك بقصة الأوراق؟ امبارح اجى لعندي بالليل وصار يتهمني انه انا اللي سرقتهم معك. ايه انت اللي اخذتهم وخبيتهم عندي بالبيت مش هيك امين؟ امين ما تكذب علي، امبارح رجعت ولقيت البيت مشقلب فوقاني تحتاني، حدا فايت عليهم نبشوا. يعني لقيهم؟ لا خيي ما لقوا شيء عندي بالبيت. انت كيف عرفت؟ لانه من بعد ما فتشوا البيت بيك اجى وسالني عنهم. هيك بتعملي امين؟ بتسرق الورق من بيك وبتيجي بتخبيهم عندي بالبيت وبيك يجي يقول عني حرامي؟ ليش يا أمين؟ بس فهمني ليش؟ أنا ما عم بسرق، أنا عم باخد حقي وحقك، حق خيك وحيد. مين قال لك أنا بدي شي منه؟ هيدا حقك. بقولوا ساكت عن الحق شيطان أخرس. شو صالح؟ مش هيك بقولوا؟ رد علي خيي مش هيك؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. مش هيدا المهم هلا، المهم نعرف انه اذا مش بيك اخذ الوراق مين اللي اخذهم. هيك لكان يا شوكت، بدك ترجع للباشا؟ طيب كنت طولت بالك كم يوم بس. يا عيب الشوم يا عيب الشوم. معلم شو راح يصير هلا؟ ولا شيء، راح اروح احكيها وودعها تقبر قلبي. مين بدك تشوف معلم؟ مين بدك تودع معلم؟ ها؟ ما حدا خيي، ما حدا، لا راح اشوف حدا ولا راح ودع حدا، اقعد هون. معلم قولك الباشا بيغدر فينا وبيسلمنا للمغفر؟ شو هالحكي والهبيلة؟ أنا مبارح كل الليل فكر بالموضوع وطلع معي إنه الباشا ما رح يسترجي يسلمنا. ليش معلم؟
لأنه إذا سلمنا رح يوقع هو ولو. يعني إذا مسكونا رح تسترجي تقله لعباس أفندي إنه الباشا هو اللي بعتنا؟ شو معلم؟ ايه بقله، ليش ما بقله يعني؟ وهيك بيوقع الباشا معنا؟ ايه لكن بدك تصدق معلم؟ قول قلن انه انا اللي خطفت امين وانحبس احسن ما اعلق مع الباشا. اوف ليش وليه هبيلة؟ ايه مزبوط ليش؟ لانه بعرف بالخطف بنحبس كم سنة، بس مع الباشا بيقتلني إذا جبت سيرته. شو معلم؟ فهمت علي؟ ايه ايه فهمت. ايه بس أنا ما فهمت لأنك حمار. يعني سكرت امبارح كلها راحت على الفاضي. شو بك يا سامية؟ أنا؟ ولا شيء. ولو مزبوط ما لنا زمان نعرف بعض، بس صرت أعرفك منيح. أنت هلأ عم بتفكر بالمشكلة اللي صار، إنه مين جوزتي يعني واحد صاحب مشاكل؟ لا لا مش هيك. لا مبلا هيك. هك الحال بقلك شيء؟ أنا ماني زعلان من يلي صار. أي أكيد مش زعلان، لأنه هذا كله لمصلحتي، يعني لمصلحتك أنت كمان. ما فهمت. بعدين رح تفهمي. شو؟ ما بدك تطعميني؟ إيه. قلت لك رح ناكل بهدلة. إيه، لكن بدو ياني كلبش الباشا وجيبوا قدام كل أهل الضيعة. لا خيي لا، فضل أكل 100 بهدلة من الأفندي ولا أتبهدل أنا وعائلتي لولد الولد. هيدا الباشا بروحني بشربة مي. يا والله هيدا الباشا ما له أمان. استر ديب. الله يستر. معلمك جوا؟ إيه إيه يا باشا جوا وناطرك. كتير منيح، لازم ينطرني. أنا العالم كلها عم تنطرني. صفيت على معلمك؟ ها؟ أقول لك شو رح يصير جوا؟ رح يتخانقوا ما هيك؟ إذا تخانقوا رح نتبهدل، وإذا كانوا متصالحين كمان رح نتبهدل. ما فهمت. أهلين، شو أنا عاوزني ناطرني؟ أنت متهم يا إسماعيل. أنا متهم؟ لا، هي كلمة كبيرة يا بس. طالما أنت شلت الكلفة وعم تقول إسماعيل. أنا بس أحكي مرة تانية، ما تقاطعني. آه، إيه شو علي؟ انت هلا رئيس المخفر، وانا لازم انسى تماما انه صارت قرابه بيناتنا. امرني بشو انا متهم؟ انت متهم بخطف ابنك امين وتعذيبه. ما فهمت. ابني امين مخطوف؟ كيف؟ اسال حالك وين خطفته وشو عملت فيه. بعرف انه ابنك امين قدم شكوى رسميه بحقك. شكوى رسميه بحقي؟ ابني عم بتشكي علي؟ نعم. هلا بعت لي زلمه يجيبني بالقوة لعندك مشان هيك شغله؟ انا فكرت شغله اهم من هيك بكتير. انت عم تاخذ الموضوع بمسخره يا اسماعيل، هيدا حقك. بس حط براسك شغلي انك رح تبقى عندي هون بالحبس. انا؟ ايه انت رح تبقى بالحبس. عباس، مو لانك صهرت ابني امين تفكر حالك صرت كبير وتلعبوها سوا ضدي. شو عم تحكي؟ أنا الباشا، أنا الباشا، وبيحق لي أحكي شو ما بدي. أنا ما خطفت حدا. أي محل انتصار روح لعندهم، سأل السهيرة وين كنت. هاي بيتي، سأل عبد الله ومرته وين كنت الظهر. والله ما على أساس إنه أنت رح تخطفه بإيدك، ما هيك يا باشا؟ ورجالك، رجالك يا إسماعيل. مين رجالي؟ أنا ما عندي رجال.
ولو أديبه شلته. أديبه شلته؟ ضحكتني. عيب. أنت بتعرف أنه هدول أنا استأجرتهم خصيصاً مشان يحموني. أنا حياتي مهددة. أنا بخطر يا عباس. أنت نسيت أنه تقوصت؟ ولهلأ ما قدرت توصل أنت للقاتل. ولا ملتهي عم تعشق؟ ولو عباس أفندي، إذا بدك شي من ناسك أنا بعرفها عم بتغنجك، بس إذا بدك شي منها أنا بخدمك. كلمتي ما بصير تنتين عندها، بس قلي. يدلي هيدا هود. يعطيكم العافية. خي منيح ما شافني. اشتقت لك كثير والله. ليش ما جيت امبارح مع الباشا؟ اشتقت لك انا. صابر شو بك؟ شو في؟ صابر احكي. شو في؟ حكيت مع الباشا؟ ايه حكيته. حكيته امبارح وشحطني من البيت. شو عم تحكي؟ ايه شحطني وقال لي ما بقى بده يشوف خلقتي. لك يخرب بيته هالباشا، يخرب بيته. ليش هيك عم يعمل؟ ايه احسن مثل ما انت قلتي، خليني اخلص من هالقصة. شو بدي ضل هيك خدام عنده ويضل يضرب فيي؟ معك حق حبيبي، معك حق. بس وين رجعت؟ رحت لعند وحيد؟ لا، جيت لهون، كان بدي نام هون. ولك شو مجنون انت او شو؟ كيف بدك تجي لهون بين وحوش البرية؟ شعلت نار بس زهقت لوحدي، مش خفت، زهقت ورجعت. رحت اخر الليل لعند وحيد. طيب خبرني كل شي صار معك وبالتفصيل، وشو قال لك الباشا بس واجهته؟ تعال حبيبي احكي لي كل شي. ما بعرف سيدة، ما بعرف كيف زمطت منه، كيف تركني فين ما بعرف. وحياتك يا أفندي، مت منه راح بمرتين. طيب يا اسماعيل، تجي لهون وبتقلي انه ما دخلك؟ دخلوا سيدنا. طيب رح ابعت ورا الدركي حتى يسجل لك اقوالك. وين شو سيدنا؟ اقوالك اللي قلتها هلا؟ لا دخيلك سيدنا، ما توقعنا تحت ايده مرتين. زمت منه مرتين سيدنا، بترجيت. لا لك شو بيكون كلكم خايفين منه؟ لها اسماعيل الزفت هيدا، شو عاملكم؟ سيدنا هيدا اسماعيل باشا، يعني الباشا اسماعيل. اذا بولاده من لحمه ومن دمه بيعمل فيه هناك، كيف بده يعمل فينا نحن الفقراء؟ مش هيك جاي خبرك شو صار، جاي خبرك حتى تحميني منه. احميك لك اخ منك اخ. روح هلا، روح اختفي لك هيك شي كم يوم لحتى اشوف شو بدي اعمل مع اسماعيل باشا تبعكم هيدا. طيب سيدنا، طيب سيدنا مشان كرمال مصاري. مصاري؟ اي مصاري؟ المصاري اللي وعدتني فيه امبارح، كرميل امين يلي انت شفتي كيف اهتمت فيه على عيشته. بربار نعم، اطلع من خلقتي هلا هلا هلا، اطلع من وشي هلا. يلا يلا خلص، انا ما بقى رح ارجع لعنده على البيت. هو ما بده اياني وانا ما بدي اياه. معليش يا حبيبي معليش، خلص انت عملت اللي عليك، ما بقى تفكر بالقصة من أساسها. كيف يعني؟ يعني انت هلأ صرت تعرف انه الباشا بيك، وقلت لي انه خيك وحيد كمان بيعرف، ما هيك؟ ايه وحيد قال لي انه هو خيي وحلف لي. ايه كتير منيح، يعني انت عرفت مين بيك والباشا ما بده يعترف فيك، يعني انت ما بدك ياه صح؟ ايه صحيح.
لكن خلينا ننسي بقى ونفكر بحالنا أنا وإنت. أنا وإنت؟ إيه أنا وإنت، نحن منحب بعض وإذا ضلينا هون بالضيعة ما رح نخلص مشاكل بقى. نهرب؟ إيه نهرب ونروح نشوف حياتنا بضيعة تاني. إيه إيه نهرب. شو رأيك نهرب الليلة؟ إيه بس بالليل وين بدنا نروح؟ قصدي آخر الليل وش الصبح بيكونوا الكل نايمين. إيه إيه بس بس شو؟ أنا ما بدي أرجع لعند وحيد. ليش؟ أكيد رح يجي بيي، قصدي عمي عبدالله، ورح يدور علي، وإذا لقيني عند وحيد ما رح يخليني أهرب، قصدي فل. طيب بتجي بتنام عنا؟ عندكم؟ بالبيت؟ لا بالمحل، بس نفل نحنا، رح أترك لك الباب مفتوح، بتفوت أنت وبتنام، وعوش الصبح بجي لعندك ومنهرب سوا. يعني كان هون؟ ايه نام هون. الحمد لله يا رب، الحمد لله. وهلا وينه؟ ما بعرف، ظهر من الصبح وما قال لك لمن رايح؟ ما جاب سيره، قال عنده شغله. معقول يكون رجع على البيت او لك؟ ما بظن، صابر كثير مضايق عمي، انا بحياتي مش شايفه هيك. ايه اللي مرق على الصبي ما مرق على بني ادم. مهم ومنيح عمي، مهم ومنيح. الحمد لله، الحمد لله. والله قضينا ليلي، الله لا يدوقها لحدا، الله لا يسامح اللي كان السبب. عمي صابر خيي، حتى لو بيي ما بده يعترف فيها مشكلته. أنا فهمته هيك لصابر، هو خيي بعهد الله. أنت ما في مثلك وحيد. شافك مش على بعضك، بك شي؟ لا ما في شي يا عمي، ما في شي مهم، فكر بكم شغلة بس. نطرتك كتير مبارح، صاير معك شي؟ اسماعيل؟ ايه شوكت، اهلين اهلين، كيفك انت؟ منيحة؟ انا منيحة، شو بك مش على بعضك؟ ما في شي. كنت عم قلك انه نطرتك كتير. ايه صارت معي قصة هيك صغيرة، شغلتني شوي. خير؟ طيب ما بدك تقلي شو؟ سمعتك عم تحكي مع هيدا أديب كلمة قصة وراق موراق. وراق شو؟ يلا فضفضلي احكي. طيب بس هذا الموضوع بضل بيناتنا، انتبهي الله يخليكي. أكيد ولو شوكت، في وراق مهمة عندي انسرقت، مهمة كتير. اف ومين سرقهم؟ ابني أمين. تخيلي ابني يسرقني. طيب ليش لحتى يسرقهم؟ لأنه حقود وسخ، عينه بكل شيء. ايه لا ومخبيهم عند أخوه صالح، يعني أخوه صالح مشترك بهي الجريمة. صالح؟ ايه بس عم بيقولوا إنه صالح حدا كتير آدمي. يعني ماشي حاله، هو عامل شيخ يعني. طيب لقوا الوراق؟ لا كانوا عن صالح واختفوا. وين صاروا هلا ما بعرف، رح جن يا شوكت رح جن. طيب وشو هن هالوراق؟ انه هالقد مهمين؟ كتير فوق ما تتصوري. انت بتعرفي انه كل ارض بيسجلوها عند الدولة بياخذوا سند فيها. هدول السندات للاراضي للناس اللي انا مدين المصاري. فهمتي علي؟ هذا غير السندات تبعي اللي بملكها، يعني إذا راحوا هدول كلياتهم أنا بصفها على الحديدة. صفر ولا شيء. إيه بس أنت عم تقول إنه يمكن عند صالح أو أمين، يعني أكيد عند حدا منهم. هي بقى ماني متأكد منها، لأنه لو كانت عندهم صارت عندي. ما بعرف شو أعمل. رح جن رح جن. لك رح جن. أقسم بالله. شايفتيني هيك بس عم بغلي من جوا. صار لي من الصبح عم بقنع بيك يروح يحكي مع صالح أو مع بيو، مش عم يقتنع مني وعصب علي وراح على الأرض. شو عم تتبسم مبين؟
ايش بدك ياني ابكي يعني؟ ليه؟ ما قلت لك عم خبرك بيك. ايه سمعت امي سمعت. ايه ما تعطلي هم امي، حبيبتي انت، بكره كلهم رح يجوا لعندي ويعتذروا مني ويترجوني تأرجع. اف ليه؟ شو صار؟ بكره بتعرفي امي. لا هلا بدي اعرف. ايه لا ما تستعجلي، كل شيء بوقته حلو. شو بدي اعمل؟ شو بكي؟ ما بحب شوفك هيك. خلص بكره بيلتقوا الوراق صدقني. ان شاء الله، بس كيف وين ما حدا بيعرف. روق حبيبي روق. حبيبك يعني انت بتخافي علي شوكات؟ اكيد بخاف عليك اسماعيل، ولو شو هالحكي؟ وما عاد تهربي مني. غلطت مرة واحدة، ما بقى بعيدة. مش بس كرمالك، كرمالي أنا كمان. تخيلك أنت. رح تجي عشية؟ رح نزرع عشية زرع بالمحل. طيب رح أمرك إن شاء الله. بتعرفي شوكات كتير ريحتيني. أنا أحضني حدك، حدك عطول. إيه بديكي حدي وعلى طول فعلا. ناطرتك الليلة إن شاء الله. تشيل الفرد ويقوصك بأرضك؟ مش هيك؟ ايه مش فرقانة معي شي. ليكي ولي هيدا الولد بدك تنزلي، يعني بدك تنزلي، مفهوم؟ لا مش رح نزله لو على قطع رقبتي. يه شو بكن؟ شو في؟ الباشا سمع صوتنا. ايه يسمع، اصلا انا بدي اياه يسمع. سالي روقي، اصلا الباشا فل. الف الحمد لله. الف الحمد لله انه مش رح يرجع يعني؟ رح يرجع انتصار، وين بده يروح؟ اسكتي ولي، انت شو صاير لك اليوم؟ عجبك شوكت؟ هيدا بدها تقتل حالها بايدها. طيب انتصار، تركيني احكي انا وياه شوي. شو بكي انتصار؟ عم قلك تركيني احكي انا وياه ولا؟ طيب طيب. طيب، طيب قعدي. اسمعيني منيح، انت متأكدة انه لبطنك من الباشا؟ ايه متأكدة. بدك تخليه؟ ايه بدي اخليه، ليش لروحه يعني؟ هيدا ابن الباشا. اه القصة هيك لانه ابن الباشا يعني؟ انه ايه من حق ابو عيش انا كمان. ايه اكيد من حقك. طيب شو رأيك ساعدك انا؟ ايه أنا بساعدك، بس بدك تسمع كل كلمة رح أقولها، ممنوع حدا يعرف. إيه؟ إيه إيه ما حدا رح يعرف. طيب اسمعيني شو رح أقولك. عم تتخيل خيك على العملة؟ ورطني فيها من دون ما أعرف؟ مش عيب علي يعمل معي هيك؟ لا، والمصيبة شو؟ تهمني بالأوراق إني أنا أخذتهم وأنا خبيتهم، وأنا ما معي خبر بشيء اسمه أوراق. يعني أنا حرامي طلعت خيي بعد العمر، كنت ببيك صرت ببيك وبخيك. عم تسمعني خيي؟ وحيد؟ ايه بسمع. شو بتنصحني أعمل خيي؟ خي بدك نصيحتي؟ أكيد. طنش طنش وانسى. خيي كيف بدك ياني طنش؟ إنه بيك وخيك. خيي طنش على اثنين. ونصيحة تانية، إذا فيك تبعد عنهم بيكون أحسن كمان، تريح بالك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
أديبه ده يا حمير. نعم يا باشا. شو عم تسوي هون؟ كنا عم نشوف الأرضية إذا عم تنش يا باشا. عم تنش ولا خايفين مثل النسوان كلب؟ لا العفو يا باشا والله لا. بس ولك يا باشا خفنا تروح تقول له لعباس أفندي إنه نحن خطفناه لأمين. أنا بدي أقول لعباس الزفت إنه أنتو خطفتوه؟ عليك وعليه، مجنون أنت ولك. مش أنا يا باشا، هيدا حبيب، قصدي خليل. تضربوا أنتو الثلاثة. طلع فيني منيح، وأنت خليل وأنت حبيب. بيت عباس بتعرفوه وبيت صالح بتعرفوه. أبوشكن لهنيك بتعسكروا قدام البيوت. الطير الطاير إذا هو ابناهم بتكون تعرفوا لي أمين، لأنه احتمال كبير أمين وصالح مخبين لورا هنيك. فهمتوا؟ أمرك يا باشا، تكرم عينك. بصب لك كيس تروق دمك. عليك يا كلب حيوان. خلصوا ليه طوية؟ فاضينا الباشا؟ روح شرقوا نبرو. شوفي يا عسكري سيدنا مين؟ طيب خلص طلع انت وسكري الباب وراك بسرعة. شو عباس؟ زعلان مني؟ لا، ليش بدي ازعل منك؟ لكن ليه ما جيت لعند امبارح على السهرة؟ نطرتك كتير. صار معي هيك مشكلة صغيرة بالليل، ما خلتني شيء. خير؟ شغلة صغيرة، ما توجعي راسك فيها. يعني لو ما كان في هالشغلة الصغيرة كانت جيت؟ ايه يعني اشتقت لي؟ ايه اكيد. ايه اكيد. طيب لكن بسبقك اليوم لعندك على البيت. عندك لعندي؟ لا لا اليوم لا، بنتي وجوزها هنيك ما بقدر. والله؟ طيب بروح لعندك بعد الظهر بيكونوا فل. ايه لا لا قصدي كمان لا، صهري عنده حالة معينة ورح يبقى هو بنتي عندي كم يوم. كم يوم؟ هلا انا بدي ابقى كم يوم ما اشوفك؟ انا اذا لقيت حالي فاضي الليلي بيجي بسهر عندكم. هيك ما اختلفنا، بس بتضل الروحة اللي عندك على البيت أحلى مش هيك؟ 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 تفضل معلم. ايه بدأ. تفضل معلم. يا والله يا خليل بدأ كمان ولع. علم شو بك؟ شو عم تفكر بقصة الباشا؟ ايه ايه بالباشا بشو بدي افكر لك هين؟ طيب معلم بروح انا على بيت صالح براقبه وانا بروح على بيت عباس افندي براقبه. ايه ايه يلا روحوا. يلا بخاطرك معلم. بخاطرك معلم. يلا ليه عمالك طبيعي؟ مين منكم مره قال لي انه عنده دجاجه بياضه؟ انا معلم. حلو، يعني عندك بيت؟ لا لا يا معلم ما عندي. وكيف عندك دجاجه بياضه وما عندك بيت يا حمار؟ لك يا معلم هي كلها دجاجه واحده وبتبيض تعطيني بيضة واحدة وبتروح. والله؟ ايه معلم ليش بدك بيض؟ جوعان؟ لا لا ما لي نفس اكل. لكن شو بدك يا معلم؟ خيي هيك طلع على بالي ممنوع. مهمة جديدة قبل مهمة الباشا. مرة معلم.
بدي سلة بيض تكون عندي هلا وبسرعة. سلة بيض حلوة كبيرة. لشو بقى واقفين؟ يلا يلا يلا. سلة بيض غير شكل. لكن هيك القصة يا اسماعيل، ضربة قوية إلك. خسرت كل شيء. لا لا، بعد ما شفت شيء، خسارتك الكبيرة جاية لقدام، رح تشوف. الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أولك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى